بحرية زي ما نوجه خدمة حريم يكون في شفافية وحرية في الرأي. أول حاجة ملاحظتي على شركة النظافة معنا. يعني كان عليها ملاحظة الله يحفظكم في المنطقة الشرقية وأنا عقد والآن جاء مكة سيء وأثبت إنه هو سيء في الحج الماضي. تراكم الله يكرمكم النفايات والعمال شردوا وجايب عمال يعني غير لايقين يعني تلاقيهم أطفال صغار عمرهم من 10 سنين 12 سنة وعلى مشهد مرض من الأمانة ومن أمور المراقبين. هذه رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة للضوابط حقت النفايات اللي موجودة في مكتب كل خدمة نظامية يجونا يوم التروية يدوروا علينا يخسروا لنا تعهدات يقولوا ما تستخدموها للنفايات تستخدموها من يوم 10. طيب أقوام النفايات دي الآن تتكون في كل مكتب خدمة نظامية يكون في 5000 حاجة أو أقل فين تروح النفايات دي؟ هذه تلمع في الخارج يقول لك لا اجيب سيارات يفتح من الله. انا الكلام ده مستحيل كيف دخل سيارات في مشاعر غير مسموح لها. الضوابط حقت النفايات لما هي ما تكفي انتوا ليه ما كبرتوا حجمها؟ يقولوا في مشروع انهم حيسووا لفظ تنزل